أرجنتينا الكل تحلم بالنهائي السيربي الشباب بالوزداد بشعار الأنصار الثامن الشباب شعيب كداد كرة ملعوبة على القائمة الثاني ومحمد أمين عبيد بواجبات دفاعية يضع الكرة في الركنية اليوم السي اس اي شباب قسنطينة يدخل بقسنطينة بعمبولا هذا بعمبولا يخل الكرة كرة من جهة اليسار ملعوبة لنسيم ياتو توزيعها ما زالت المحاولة والتدخل كرة لسي ار بي هجمة أمير سعيد يرفع كرة مليمترية على القائمة الثانية لكن بعيدة هناك دفع من حسين بن عيادة دفع من حسين بن عيادة وننتظر الإعادة في ركلة جزاء أم لا بن عيادة يقول لا وهذه الكرة هذه العملية الأخيرة سعيد انتظار وترقب هل ستكون مباشرة أم سيوزع أمير سعيد سعيد يلعب كرة على القائمة الثانية خطيرة قال تضيع الكرة الرأسية خطيرة كانت المحاولة الأخيرة أي كرة لشباب بالوزداد 21 دقيقة لعب الهدف الأول يضيع على السي ار بي شوف سعيود النظرة التوزيعة الكرة على القائمة الثاني التمهيد كان بالرأس أو بالساق في المحاولة الأولى ثم الرأسية والكرة من يوسف بشو الكرة تختار قبل هذا امير سعيود باش ينفذ المخالفه ملعوبه لبلوزداد كره خطيره كلها مره اخرى يوسف بالراس راسيه يوسف بشو وتعلق حسام ليمان حسام يتعلق حارس قسنطينة احسن معوض لشمس الدين الرحماني لكن اي كوره من سعيود اي توزيع اي لمسه وكان بيد وضحها له بالراس قال له سجل هذه كوره اخرى ملعوبه حسام حارس الجسور يعني اخذ ثقه في نفسه بهذا الشوط الاول تصدي رائع تصدي الصفر صفر قد يكون تصدي النهائي كرة بالرأس مرة أخرى الحكم بن عبد الله تعود مرة أخرى حركية دربك ارتباك ماذا هناك بن عبد الله ما زالت الكرة والحوار كبير والخروج بالكرة من حداد تبقى لي بالوزداد يضغط في البدايات بكرة موجودة ملعوبة من جهة اليمين زين العابدين بولخوة والكرة في التماس يوقف اللعب الحكم بن عبد الله هناك لاعب ساقد قبل 2009 2017 وخسارة تتويج 2012 وهذه كرة خطيرة مرة أخرى خطيرة كانت العملية الأخيرة يضيع هدف أول للشباب في مناسبة أخرى بعد هذه الكرة لعب بالنار دفاع شباب قسنطينة والتصويبة كانت من شعيب كداد يعني تصويبة مدافع واضح هذه كان جات عند يوسف بشو أو أبو سفيان بالغ أو أمير سعيود ما فيهاش تفكير ما فيهاش كلام هذه في المرمى جديد كرة لزين العابدين ترجع مرة أخرى أمير سعيود يا سلام على التمريرة وكرة ملعوبة وشهرور يتدخل تعود مرة أخرى ما زالت نساخ يرفع الكرة الارتباك حاصل في دفاع الشباب رجل الشوط الأول نجم الفترة الأولى حسام كرة ما زالت خطيرة بالبوكسينج يرجعها حسام اي ضغط هيجان كبير لهذه المباراة الفارس المغوار لنهائي كأس الأميرة الجزائرية ملعوبة خطيرة محاولة جول غريبة الله غريبة كانت كيفاش وكيف ولماذا وعلاش وبأي طريقة أهدرها يوسف بشو على الخط النهائي من قلب المرمى من كرش الحوت يفسق هدف دفاع شباب قسنطينة هذه الكرة مرفوعة على القائمة الثانية كرة لعادل جرار حسام ليمان والرأسية نصر الدين واسلام شحرور هو اللي منع الكرة هو اللي ينقذ الموسم هذه كرة لا تعاد
تعاد لا تعاد لا تعاد الرأسية. الحظ أحيانا في كرة القدم لما يريد لما الكرة لا تريد الدخول لا تريد. اليوم حظ عاكس في الشوط أول لشباب بلوزداد. الكرة الأخيرة ممكن تتعاود 10 مرات. مفارقه في الشوط الأول سلام شحرور نصر الدين زعلاني ياسين الصالحي وهذه كرة خطيرة على دفاع شباب قسنطينة والتدخل للحارس حسام بمحاولة لأبو سفيان بالغ يدخل المنطقة. أوه! بن عبد الله ما يعطي شيء، بن عبد الله ما يزفر شيء، بن عبد الله 100% والثانية كان فيها وعليها، الثالثة يا ترى لأبو سفيان بالغ يتواصل الهجوم، كرة ملعوبة حسام ياخذها على مستوى عدد التتويجات بكأس الجمهورية بسبع ألقاب وكرة مرة أخرى من شعيب كداد على الرأسية خارج المرمى. مشتعلة خاصة على المستوى البدني. عبد النور بالخير يصوب بالنور، عبد النور بالخير كورته غير بعيدة على القائم الأمن للحارس سي محمد سيدريك يلعب الكونتر اتاك. سيستغل السرعة لعبد النور بالخير ولعادل جابوت المدرب دينيس لافاد العمراني عنده إمكانية التتويج بالرابعة لو يتأهل بالوزداد. كرة طويلة من أمير سعيود لكن بعيدة الكرة تعود ركلة مرمى بالوزداد. حسين بن عيادة يرفع الكرة وخطيرة جابود محاولة تضيع كرة الهدف الأول على شباب قسنطينة تعود مرة أخرى. شوط ثاني الموازين أصبحت متعادلة متقاربة. باهمبولا ديلان يراوغ ديلان يسقط ديلان وبن عبد الله حكم المباراة تتحل العقدة اليوم ام لا. كرة ملعوبة خالد يصوب والكرة ضعيفة للحارس مخالفة حسين بن عيادة. باهمبولا وكذلك اسلام شحرور ونصر الدين زعلاني وبن عيادة ماذا يفعل؟ يرفع الكرة بن عبد الله مرة أخرى يعني قرارات متأخرة لحكم المباراة بن عبد الله اليوم. وهناك شافوا المساعد صفرة حمراء واضح هناك لكم من سيميات البطاقة الحمراء. هو في العادة البطاقة الحمراء تكون يعني في التبان تكون في الشارد نسيميات. شوف هذه اللكمة الأولى واللكمة الثانية باليسار اللكمة الثانية ترجع الكرة حمراء لنسيم ياتو في 72 دقيقة لعب. تعود كرة لبلوزداد كرة من جانب خالد بوساليو خالد يوزع خالد يسجل جول. الله روعة هدف أول هدف لشباب بلوزداد سفيان بوشار خالد بوساليو توزيعة ممتازة رائعة مليمترية أهيا الرأسية 1-0 بهدف عادل جرار يفتتح النتيجة لشباب بلوزداد 1-0 مباشرة بعد البطاقة الحمراء بعد خروج نسيم ياتو بلوزداد يتنفس السعداء يعدل الكف الآن 1-1 بين الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس الكرة. أمير سعيود أمير يمرر أمير يمهد نساخ ماذا يفعل يحطها جول حسين الرغبة الإصرار أمير سعيود 1-1 أمير أهرب يمرر يعدي الحركة بعد خروجه أصبحت مشلولة في الخط الأمامي بالنسبة لشباب قسنطينة بالرغم يعني من تحسن الأداء نوعا ما في بداية الشوط الثاني قبل عملية الإقصاء وقبل عملية الهدف لكن نسيم ياتو أراد عكس هذا بحركة كانت مجانية ولكمة لزين العابدين بولخوة
وكرة في وسط الميدان. 90+2 نساخ 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 نساخ، كاد يدخل للتاريخ، كاد يدخل للتاريخ من أوسع أبوابه. حسام ليمان يتصدى لطلقة لضربة لصاروخ نساخ، كرة من ركنية يسجل بالوزداد، عالمية تاريخية، كرة وهجمة ملعوبة التصويبة. ما يشرفش اللاعب هذا. الحصة الإضافية الأولى ستبدأ الآن. من سيتأهل كابتن طارق؟ شباب الوزداد. كابتن جمال؟ والله العظيم صعب. بسرعة بسرعة بسرعة، أنا تكلمت على واحد بسرعة 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 بسرعة. شباب الوزداد واضح ماهي الشوط الحصة الإضافية. شباب واضح الحصة الإضافية انطلقت من جديد، هيكل صغير للتعليق على الحصص الإضافية. ضربة جزاء. حسين سالمي جمهور الشباب السي ار بي يتألم يتوجع. كرة ممتازة من زروال، زروال يمر يعدي يوزع كرة للثاني. جول 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 جول، فعلوها الرجال، فعلوها فعلوها فعلوها، في الشبكة حطوها. الثاني لي بالوزداد، الثاني كرة ممتازة من مزيان زروال. مزيان يا مزيان، مزيان يا مزيان، مزيان يا زروال. اي كرة، اي لمسة، اي تسرب. الهدف الثاني الريان، الريان كرة بكوتشينج ناجح جدا على الظهير الايمن يوزع، وريان الظهير الايسر يسجل. ريان حايس يسجل الهدف الثاني. ملا عبد القادر، اي عمراني، ما يعمر